بناقشك الموضوع على فترة المسلسلات التركية بعد هبوا فيها وابتعدوا عن المسلسلات المحلية أو الخليجية. أنا أشوف عوار قلب اليوم حلقتنا. لا عوار قلب. أنا على فكرة ما طالع المسلسلات التركية. تركية. ما ولا أنا. ولا عندي استعداد أشوفها. أي والله ما تابع. يمكن عمل واحد ما أدري إيش اسمه ذئاب ما أدري يسمونه. سنوات الضياع. لا 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 لا. سنوات الضياع أنا تابع. أرطغرل. لا 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 ما أدري إيش اسمه المهم ذئاب أو شغلة فيه زين. وادي الذئاب. هذا ليش إنه في وايد شغلات. شيء في ذيب. المهم. بس ما في يعني ال 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 العواطف والرومانسية الأوفر هذه اللي نشوفها. زين احنا طبعا لنا ديننا ولنا إسلامنا وكلنا إسلام وهذا لكن احنا لنا مجتمع وهم لهم مجتمع يعني احنا مجتمعنا محدود هم لهم في المجتمع لا مفتوح أكثر من اللازم. طبعا ليش ان أنا أقول يمكن نقص في العاطفة أو بالحب فهذا اللي يخليك تطالع اللي يتابعون هذه بالعكس احنا عندنا بالعكس فاتحين في مشاعر وفي أنا أتابع أفلام هندية ترى التركية أنا أتابع الهندية والله التركية مفتوحة لنا أكثر يعني لو تشوف فيها العاطفة والرومانسية أن حبت وضحت وشالت وهذا احنا في وطننا العربي ما فيها شيء اوكي لدرجه انها مع احترامي له هي تغلط وتروح وتمسك الشعر احنا عندنا يعني من الجاهليه كله غزل وكله رومانسيه احنا نتكلم على البر بروحه كله رومانسيه هو شويه العاطفه عنده مش موجوده ايه؟ احنا ما نتكلم على اول لا كنا اول احنا نطالع الافلام الهنديه وش اسمه المسلسلات العاديه لكن مش لدرجه اني انا اشو يعني اوصل اني انا اشوف مسلسل ما لي في مجتمعنا مش موجود في مجتمعنا فهبة على قولتك هبة أي. وتروح وإحنا فينا عيبة ترى إن إحنا نسوي الشيء من غير اقتناع أي. يعني أنا عندي استعداد أسوي الشيء هذا وأنا ما مقتنع بس المهم أبي أجرب أبي أشوف هل أنا بال ولو مع العلم إحنا عندنا كل شيء يعني شوفي هذا لما يابوب وشوارب التركي هني سوى عندنا بالكويت لا حول ولا قوة إلا بالله أنتوا قاعد تفتحون باب قاعد تفتحون باب زين ترى أنا أعلق ترى هم كيفهم يعني سواء هني ولا برا هو خطأ اللي صار خطأ لا اللي صار خطأ لا هو خطأ يعني خطأ. احنا عندنا ما لنا داعي للتعليق اوكي سد الموضوع احنا نتابع افلام هنديه ليش انا قالت بس احنا على فكره السوشيال ميديا ترى احنا موجود عندنا من الاول هم شافوا هذا الشيء في رايهم صح اي انا في نظري خطأ خطأ زين احنا اوكي نستقبل لكن مش بهذه الحفاوه بس هو يعتبر امر خاص يعني مو قاعد اقول هو حريه شخصيه هو امر خاص بس افضحوهم بس التعليقات اللي صارت يمكن اوفروا في ناس ممكن تأوفر اوكي احنا ما شفنا بعيننا عشان كذا انا ما اقدر اتكلم اذا شفت بعيني التعليق جاهز عندي وموجود لكن دام ما شفت قرات بس بالسوشيال ميديا او في الوقت هو مو قراءه هو في فيديوهات كاعده ما تقولش هدى هدى قاعد تقول انا ما تابعت ما تابعتها ولا بتكلم في الموضوع انا على فكره ادخل الشيء اللي شدني ادخل واشوفه أي شيء لكن في شغلات تقول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه استغفر الله العظيم يا رب طبعا انا ما اقول ولكن في اشياء تقدر تطالعها شلون تقولي شدت شفتي لكن انت عارفين لا 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 في لا في اشياء في مواضيع في السوشيال تقنعك ان هذا اوكي اي فهمتي علي مزيونة لا لا انا مو شرط عندي الاعمال هذا اللي تكلم عنها يعني لا السوشيال ميديا اساسا هو دمار وخراب وانا اعتقد الكل يعرف رايي فيه لكن ارجع واقول في اشياء لما انت تدخل فيها لا بالعكس تلقى فيه مواضيع قنوعه مواضيع تهمك انت كشخص ك يعني حياتك اجتماعيا لكن في اشياء شوف كذي تقول شنو استغفر الله شنو هذا يعني لا مش استغفر الله شغلتك ما بقى شيء ما طبينا عليه لا احنا ما